شايفها ازاي بدايه معسكر؟ اشاعات كتيره طبعا بتطلع كالعاده، ولكن يعني احنا متعودين ان احنا نرد. بدايه معسكر جيده، اعتقد ان هي جيده، من وجهه نظرك شايفها ازاي؟ هو المكان اللي هم فيه مكان بيعتبر اسريا دي زي المانيا، يعني جوه المانيا شويه في اخر المانيا، فالشكل هناك. واحنا كنا دايما لما كنا بنعمل معسكرات كان في اخر مره انا رحت بعد ده بعض الهزار برضو من ما بين اللاعبين، يعني هم لازم تمشي بقى يعني. يعني وفي لعيبه داخله علينا جديد لازم برضو تتاق لهم، ولازم يكون لازم يبقى لهم دور. يعني اديك شايف كهربا وقفشه ومروان وامام دول قوه لوحدهم. يعني لازم اعرف كهربا بيعمل ايه، بس ماشي زي كنا حاطين بيكملوا المايه الكوبايه الاخيره عشان ما توقعش المايه بره. كل واحد ليه اللي هيوقعها هيخسر. فهو ايه، يا دوبك يحط نقطه بس، يعملها ازاي؟ كهربا يحط نقطه اهو، انا عارف اهو كهربا. مين اللي هيوقعها بقى؟ اكيد امام. هيسيبه. بص امام مش عايز يعمل. بقول لك الدور على امام اهو نقطه. قال له انت ما حطيتش حاجه. ده الهزار اللي حضراتكم شايفينه، يعني دي حياه تحاول ترفه عن نفسها. دي حياه لازم تواكب التدريبات والتزام اللي هناك. عايز اقول لك على حاجه، احنا لما اللعيبه دي اتفرجنا عليها لما حصل لها ماتشين ورا بعض وعملوا معسكر في برج العرب لو تفتكر اخر مباريات عملوها، انا شفت كهربا بيفتح سبرنتين ثلاثه من يومين بس معسكر. اوكي. وعمل كامباك بشكل سترايكر ما شفناهوش بقالنا فتره يعني. فالحاله اللي انت شايفها دي والجو ده في المرحله اللي احنا فيها هنا في الحر اللي احنا فيه، لا هناك الجو بيبقى معتدل جدا. بتقدر تتمرن، نفسيه عاليه جدا. كم اللعيبه اللي موجوده دي بالاسماء اللي موجوده دي حاجه بسم الله ما شاء الله، نتمنى لهم زي ما احنا قلنا عدم بس المصاب يرجع باذن الله. ويبقى هو اكرم وكريم الحقيقه. يعني اكرم وكريم هم اللي فاضلين يرجعوا باذن الله، والباقي طبعا الانتقالات اللي كانوا موجودين ورجعوا لنا. شكري وصلاح محسن وندفيد دول ناس متربيين في النادي الاهلي برضو يعني. والحكايه مش غريبه عليهم خالص يعني. شكل حراسه المرمى اللي احنا بنتفرج عليه ده الشكل اللي احنا دايما متعودين عليه ما شاء الله بقوا كلهم. حتى حمزه يعني مش الشناوي، الحمزة علاء، الدنيا جميلة جدا، روح جميلة جدا، تحس ان بقى الشناوي هو الاب. ايوه. اللي بيواكب الروح اللي موجودة مع شوبير وعلاء وكل اللعيبة اللي موجودة. مستر كولر بالشكل وانتهاء الموسم الاستثنائي اللي هو عمله داخل بروح تانية هو والطاقم بتاعه. اوكي. مبقاش في حاجة غريبة عنده. يعني حتى كابتن خالد بيبو اعتقد انه هو من رئيس قطاع الناشئين وعنده لاعبيه كتيره جدا من الناشئين هم طالعين معاه برضه واخدهم معاه. أوكي. وعنده خبره معاهم. وراجل مش غريب على الحكايه بقى والله. تصدق صح وجهه نظر ان هو قد يكون خالد بيبو يعني له دور في وجود بعض اللاعبين في طبعا عايش معاهم بقاله فتره كبيره جدا، 3 سنين او 4 سنين، وعارف امكانياتهم شكلها عامل ازاي، وبيتفرج عليهم في المباريات اللي كانت بتاعت الدوريات بتاعتهم، وعارف امكانيات كل لاعب، وعارف ازاي يوصل للمدير الفني شكل الاستعانه بهؤلاء اللعيبه. صح. لكن انا سعيد جدا بالسكواد اللي انا شايفه ده. حاجه فيها حاله تنافسيه جامده جدا يا اسلام. المستفيد منها فريق النادي الاهلي، المستفيد منها النادي الاهلي وجماهيره. يعني الحاله الشكل ده، فدي حاجه طبعا لمجلس الاداره اللي هو على طول بيدور كابتن محمود هو والشكل التسويقي ازاي يوفر برضو الراجل سترايكر جديد مع كل اللي احنا شايفينه ده.